السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين في كل مكان في حل في فيديو جديد من فيديوهاتنا. أود أن أشكركم أول شيء في دعمي لقناتي وإعجابكم وتعليقاتكم الرائعة. في هذا الفيديو سوف أتكلم عن تطبيقات خرافية تجعل هاتفك الذكي روعة وتغير مظهره. قبل ذلك عليك الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو لان هذا يدعمنا وتشجيعنا للنشر المزيد. هذا هو التطبيق، يمكنك ان تنزله من جوجل بلاي، اضع لك الرابط الوصف اسفل الفيديو. هذا يعمل هذا الخطاب الذي ترانها الجميلة، يجعل هاتفك حلو. تدخل على التطبيق، هذه الاعدادات تفعلها تفعلهم هنا. هذا الاعدادات حقه، هذا يضبطه تغير شكله، هذا يتحكم في السرعة حقه، هذا يتحكم في طوله، هذا يتحكم في قصة او طوله او كذا. يمكنك تفعيله بهذا، واذا تريد ان تحصل على خلفية اضغط هنا. تطبيق رائع وجميل. ثاني تطبيق وهو هذا التطبيق، هذا التطبيق جميل، يمكن مراقبة أي شخص يقوم بفتح القفل حقك. مجرد ما يفتح القفل تظهر صورته، تقوم بتفعيله من هنا هكذا، وهكذا سيعمل وستظهر الصور ستظهر صور الذين فتح القفل هنا بكل سهولة. نقوم بإطفاء القفل ونجرب نفتحه ونشوف الصورة التي ظهرت. طلع التطبيق وهذه الصورة، وهذه الصورة الذي حاول قام بفتح القفل. تطبيق رائع جدا، يجب عليك تحميله. ثالث تطبيق وهو زيادة صوت الهاتف، يعني يقوم بتكبير الصوت وتضخيمه. تضغط هنا هكذا، تعمل به هكذا، فعلت من سرعة الصوت ومن الآن الصوت أصبح كبير. يمكنك تشغيل المقاطع الفيديو والأغاني وأي شيء. هذا التطبيق الجميل سوف أضع لكم رابطها في أسفل الوصف. أشوفكم في فيديو قادم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. أحباب قلبي في أمان الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.